الهجرة غير الشرعية من بين الملفات التي تؤرق الولايات المتحدة في ظل التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأمريكية المكسيكية. باراك أوباما أبدى رغبته في إرساء نظام للهجرة من خلال تسوية وضعية 5 ملايين مهاجر غير شرعي، أي نصف عدد الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية. إذا كنت في الولايات المتحدة لأكثر من 5 سنوات، وإذا كان لديك أطفال يحملون المواطنة الأمريكية أو لديهم إقامة قانونية، وقمت بالتسجيل وتجاوزت إجراءات التثبت من الملف العدلي، وإذا كنت تعتزم دفع الضرائب، فإنه سيكون باستطاعتك أن تتقدم بطلب البقاء في هذا البلد مؤقتا دون أن تخشى الترحيل. يمكنك أن تخرج من الظل وتسوي وضعيتك بشكل قانوني. That's what this deal is. العاصفة السياسية التي أثارها إعلان أوباما تنبئ بعلاقة صعبة بين الكونغرس والبيت الأبيض في الأشهر المقبلة، خاصة بعد تغير المعطى السياسي في واشنطن بعد الفوز الكبير للجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية. لهذا التصرف من جانب واحد وبعد أسابيع فقط من الهزيمة الساحقة لحزبه في الانتخابات النصفية، يأخذ أوباما مخاطر ضخمة. الأمريكيون لا يفضلون عموما المبادرة الأحادية من رؤسائهم، حتى وإن كانوا يؤيدون فكرة حصول المهاجرين على حق المواطنة. الجمهوريون غاضبون وبعضهم يود جر أوباما إلى القضاء لعرقلة مبادرته وبالتالي معاقبته، لكن هذا الأمر محفوف بالمخاطر أيضا نظرا للوزن الذي يمثله الناخبون من أصل إسباني. مهما يكن، الأرضية مهيئة لقيام حرب سياسية قد تستمر إلى غاية رئاسية 2016.